السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امتى تحتاج تعمل تحليل عشان تشوف مستوى الزنك عندك في الدم قد ايه؟ هقول لك في 60 ثانية عن اهم 10 علامات، لو لقيتهم عندك يبقى لازم تعمل تحليل تشوف نسبة الزنك في الدم قد ايه. لو عندك تساقط في الشعر وما بتاكلش كويس وعندك مشكلة في التذوق والشم وبيجيلك نوبات برد وانفلونزا باستمرار ودايما كسلان وعندك خمول، وزنك بيقل بشكل سريع، الجروح بتاخد وقت طويل عشان تلتئم، لو بيجيلك مشاكل جلدية باستمرار، لو ابنك قصير بالمقارنة بزملائه، لو عندك ضعف في الرؤية الليلية، لو عندك جفاف بالفم، لو عندك خشونة في المفاصل ومستوى السكر عندك بيرتفع باستمرار، يبقى لازم تعمل تحليل عشان تشوف مستوى الزنك عندك في الدم قد ايه. طب ايه هي النسب الطبيعية للزنك في الدم؟ النسب الطبيعية للزنك بتختلف من معمل لمعمل، لكن وفقا لمعامل مايو كلينيك العالمية بيقول لك ان النسبة الطبيعية للزنك للاطفال اللي اقل من 10 سنين هي 6.1 الى 1.2 مايكرو جرام لكل ملي لتر دم، والاطفال اللي اكتر من 10 سنين والبالغين بتبقى 66% الى 1.1 مايكرو جرام لكل ملي لتر دم. لو عندك سؤال او استفسار بخصوص الموضوع اكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو واحنا هنرد عليك. بتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو. بتمنى لكم الصحة والعافية. كان معاكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.